السلام عليكم تول موند، كي دايرين؟ لاباس عليكم، بخير وعلى خير. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده. صافي هنايا دابا لي فاكونس ديالنا، انا دورتكم هنايا كتقولوا هادي شنو تدير. دورتكم هنايا باش نقول لكم صافي هنايا العطله ديالنا سالات، جمعنا الرحيل ديالنا، واخا ما كانش في الحقيقه شي رحيل ثقيل هو نيت، مي صافي غير جمعت انايا لي زهرات ديالي وهداك الشيء اللي كنت جبت معايا. صافي جمعنا كل شيء باش خلينا الدار نقيه، باسكو غادي يجيو عاوتاني شي ناس اخرين من ورانا، غادي يشدوها. ايوا صافي جمعنا الباكتاج ديالنا، رجعنا هذاك الشيء كما دخلنا لقينا الدار كما خرجنا وخليناها نقيه. هي في حقيقه واخا راه كاين فيها داخل فيها السيرفيس ديال الفام دو ميناج غادي تجي من بعد. المهم حنايا طرفنا شويه داك الشيء ديالنا، ولا فام دو ميناج غادي تجي باش تجفف وتمسح الغبره وهداك الشيء. صافي هنا كندوركم كنقول لكم شوفوا الحادقات، رحنا جمعنا زعما حوايجنا الباكتاج. صافي وخرجنا شدينا الطريق باش نرجعوا ان شاء الله، كل واحد غادي يمشي للدار ديالو. الاخت ديالي غادي تمشي ان شاء الله لا سويس تما باش يبداو الحياه ديال العمل وديال المدرسه، وحنايا حنايا نرجعوا باش الدخول المدرسي ان شاء الله ما بقى والو. ايوا هذا الشيء اللي كاين. صافي هنا جريت لكم هاد الناموسيه من التحت باش تشوفوها دايره فين هاد الطريقه بالنسبه للناس اللي كيكونوا عندهم ثلاثه الوليدات وكيكون عندهم غير بيت. هاد الناموسيه راها عمليه مزيان. ايوا ما نطولش عليكم، ندوزو باش نشوفوا تتمه الفيديو. صافي حنا غاديين وغنخليكم معايا نشوفوا ان شاء الله النهار ديالنا كيفاش غيدوز من بعد الرجوع. يلا خليكم معايا. مسخينة يا لالا. هالي وقفنا هنا وقت الاستراحة. هذا الدجاج طيباته الاخت ديالي توكا، لابسه في المقلب الزيت والملح والبزار، وهنا المطيشه داكشي درنا داكشي عشوائي، وهنا الباغيت، وهنا الزبده، المهم داكشي ديال الا ماروكان ولكن فيه حلاوه. يلا بالصحه والراحه. هنايا اون فاس معانا كاين واحد انتي بارك، الدراري دابا غياكلوا غادي يمشيو يلعبوا هنايا. وحنا كيقول لك كيف كيقول كيف كيقول المثل، تغدى وتمدى تعشى وتمشى، حنا غنتغدى ونتمدى. فوالا الصحة والراحة، الصحة والراحة، الله يعطيك الصحة بالصحة والراحة. كون ما حشمتش كون دورت الكاميرا، ولكن حشمت. ايوا صافي. المهم دابا غادي نكملوا هذا الشيء الماكله وغادي نشدوا الطريق ان شاء الله. صافي الدراري لعبوا مزيان، فجروا هذيك الطاقه اللي تبارك الله عليهم، اون ديغي دي بيل الكتريك ما كيعيوش بسلامتهم. انا بعد خطرات والله الا كنقول لهم كون عطاني ربي هذيك الطاقه اللي عندكم، كون راني شحال كندير من حاجه. بسلامتهم الله يحفظهم ويحفظ جميع وليدات المسلمين اجمعين. صافي هنا بقى لينا غير شويه ونوصلوا للدار، والاخت ديالي طيبات لينا واحد لي بيتزا للعشاء، جاوا فنين. نخليكم مع المقادير. وهنايا دابا دزنا باش غادي نديروا واحد لا بيتزا. غديري وحده ولا زوج ولا غندير ثلاثه؟ غدير ثلاثه البيتزات بنكهات مختلفه. يلا قولي حبيبتي شنو كاين هنا باش ندير هذا لا ماشين اونبوز مع الصداع. يلا فوالا، هانتي كاينه 750 غرام ديال الدقيق الفورس، وثلاثة معالق كبار ديال زيت العود، وشوية الزعتر، والملح على حسب الذوق. هنايا درت الخميرة مع السكر مع شوية الماء حتى دابت، ودابا نعجنوها. البيتزا ديالك كتجي فنان، كتعجبني. صافي دابا غادي تجمعي العجينة، ما تكونش مرخوفة ما تكونش متلوقة بزاف، ياك نورمال.
ولكن انا كنديرها شويه تكون شويه متلوقه كومين ماشي تكون بين وبين متوسطه، كنخليها شويه متلوقه باش كتجي مفشفشه وكتجي رطبه بزاف. اوكي يلا نجمعوا العجينه ونرجعوا. هنا صافي جمعات العجينه وكتخليها يلا قولي لي ما خيتي قولي لي قولي قولي. العجينه كتبقى هكا ما كتبقاش جاريه بزاف وما كتكونش متوسطه بحال ديال الخبز. ها انت شوفي كتكون بحال هكا كتلصق في الايد شتي مي غير شويه صافي. ملي كنجمعوها بالماء مزيان المدافي والمقادير اللي قلنا كنجمعوها مزيان وكنخليوها هنايا بحال هكايا كنخليوها حتى كنخليها هنا تقريبا ساعه ساعة حتى كتخمر حتى كتخمر مزيان مي خصها تكون مغطيه مزيان وفي شي بلاصه ما تكونش بارده توت فاصون كوزين اي كوزينه راه كتكون سخونه سيرتو في هذا الجو. اوكي صافي كنخليوها هكايا ومن بعد ساعه كنكملوا الطريق. يلا نخليوها دابا تخمر ونرجع معاكم. هنا من بعد ما خمرات لينا واحد المده ديال ساعه صافي كدير في يديها شويه ديال الزيت باش ما تلصقش. كيف وريناكم من قبل العجينه كتكون شويه جاريه دونك كتبقى تلصق في الايد باش ما انتي ملي تبغي تهزيها بحال هكذا ضروري خصك تدهني يديك بشويه ديال الزيت بحال هكذا وكديري هاد الكره بحال هكذا وكديري هاد الورق اللصاق اللي ما كيلصقش صافي وكتحطيها فيها وغادي تبداي تقرصي. انا غنوريكم طريقه بحال هكذا صافي كتحطي هذيك الكره وكتبداي تجمعي يدك بجوج بحال هكذا وكتدفعي باش كتكوني هذيك الحافه بحال هكذا كتجي كروستيونت كتجي في الماكله زوين كتجي مقرمشه صافي. المهم كدوري على دوك الجوانب كاملين. هنايا درنا مطيشه ناتور عاديه وسرحاتها كامله فوق لا بيتزا. الا ما كانت عندك انت هاد ديجا موجوده تقدري تاخدي غير مطيشه ديالنا العاديه تقطعيها دوزي تشحري شويه البصله وديريها مع زيت العود وشويه الثومه وشويه الزعتر وتخليها تشحر. المهم صافي حنايا درنا هنايا مطيشه حكات فوق منها شويه الزعتر ودرنا فوق شويه الملحه فوق منها. هنا صافي درنا ليها نص طيبه ما تحمرات لينا شويه في الجناب دونك دارت مطيشه كيف وريتكم فوق منها الزعتر والفروماج موتزاريلا وهاد الخضره غير فيها الدنجال والفلفله و القرعه ياك وصل القرعه قطعناهم شرائح رقيقه ودارتهم فوق منهم شويه الملح شويه زيت العود وشويه تاع الثومه ودخلناهم يتحمروا في الفران مشويين صافي. كتجبديهم وكتديريهم فوق لا بيتزا بحال هكذا وفوالا صافي. هذه دابا غادي نديوها طيب. واحد لاستيك الا تحمرات لكم البيتزا ولا اي حاجه من الفوق كيكون تزاد فيها زاد عليها زعما الطياب شويه كديري عليها البابي الومنيوم باش ما تزادش في التحميره ديالها وباش كطيب عاود من تحت صافي. انا غنديها دابا الفوق طيب صافي. هنايا دابا البيتزا الثانيه دونك هنايا درنا فيها هاد الموتزاريلا كتكون بحال هكذا على شكل ديكاري بحال ديال ساندويتش ولكن هي سبيسيال موتزاريلا فوالا ديال سبيسيال بيتزا صافي. هنايا درتها هاد البيتزا كتكون شويه مغايره على البيتزات الاخرين ولكن المذاق ديالها رائع كتكون بالاناناس والكوري غادي تجيكم غريبه عجيبه ولكن واعره. كدير فيها المطيشه هاد الموتزاريلا غادي دير فوق منها هنايا هذا شنو هذاك لا داند جونبون دو داند ولا اي جونبون ديال هذا بيان سور لا صافي. هنا زادت شويه الموتزاريلا تقدري اختي تهضري انا شكنتي كتصاوبي وانا كنهضر في بلاصتك هضري صافي انت راه كلشي قلتي. دونك كندير الموتزاريلا ابخي كندير لا داند فيمي هذاك الدجاج المدخن ولا الشاركوتري ولا عندكم كنقطعوه بكاي طريقات صغار وكنديرو بحال هكا كنحاولو نغمرو كلشي فوالا. ومن بعد كاينه هاد كاينه الكوري هي اللي كتعطينا مذاق رائع كوري بودغ كيتواتى مع الاناناس كتجي مع الاناناس خطير اكزاكتو. وكنحط هكايا الاناناس كيكون معلب
ماشي ضروري يكون الاناناس طري كيواتيها كيجي غزال. دابا راه غتجيهم غريبه ولكن واعره والله حتى فن. انا ضيقاها عندها ملي كتجي كنقولها والو غتصوبي عليا مسكينه خيتي راه محنه معايا. ابخي كنديرو هاد الكيري. هاد الكيري هي واحد ليبيس ديال الهنود كتطلع في المغرب راه كتباع في مرجان. تقدر تكون طالعه عند العطار نو حيت في المرجان راه كلشي كاين. المرجان راه ولا اكثر من هنا من فرنسا. فوالا كنديرو الكيري مزيان بحال هكايا ومن بعد كنزيدو غير شويه الموتزاريلا باش تجي ديك التعسيله ديال الفرماج فوق الاناناس وفوق كتجي تعسيله الفرماج فوق الاناناس وفوق هذاك الدجاج المدخن كولي شويه صافي. ودابا دايركشن لفو صافي. هادي الفرماج تارتيفلات هو هذا كيدار نورمالمون غير في لي بوم دو تير ولكن في لابيتزا كيجي حتى هو واعر بالنسبه لمحبين الفرماج. هاد البيتزا الثالثه درناها كو ا باس دو فرماج. درنا فيها الموتزاريلا هاد التارتيفلات وداك الفرماج الاخر الثالث جو سي با سي كوا. المهم عامره بفرماج وصافي. يلا المهم دابا غندخلوا هادشي كلشي طيب ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي. صافي هادو هما البيتزات ديالنا. هادي ديال الخضره بالدنجال وبالفلفل اللي درنا معاكم. هادي ديال 3 فرماج وهادي ديال الاناناس و بولي تو سا. دونك صافي قطعي قطعي شي وحده نشوفوها. قطعي هادي ديال الخضره فوالا عرفتي سورتو لا بات لا بات زوينه رطبه وخفيفه داري راه محيحين صدودنيكم ما تسمعوش. ما تسمعوش فوالا شتي لاباط كتجي غزالة. صافي هنايا كنكون ساليت لا فيديو ديالي. خليتكم بخير وعلى خير. نقول لكم ان شاء الله لا بروشين فيديو. الا كنتي باقي ماشي ابوني ديري ابوني وضغطي على الزر اللي على اليمين ديالكم باش يوصلكم اي جديد ديال الفيديو ديال لابيبولوز. بيزوات والسلام عليكم.